شكرا على الاستضافة. نعم، لقد قضيت ما يناهز 3 شهور بمدينة القاهرة بجانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. كان لي مشروع مع هؤلاء الناس خلال المدة ديال الاتحاد الإفريقي، خلال الدورة ديال كان الأخيرة وكذلك ما بعدها. خلال هذه الإقامة ديالي هناك وبجانب هؤلاء الناس وقفت على عدة حقائق كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي. سمراء جاءت في مهام محددة في الزمان وفي المهام كذلك، جاءت وعندها خارطة الطريق متفق عليها بين الاتحاد الإفريقي والفيفا. سمراء تجاوزت الحدود ديالها، سمراء أضحت فوق الإدارة أي فوق الكاتب العام، سمراء أضحت تتمتع بحياة رغد لم ولن تتمتع بها نهائيا في حياتها سواء مع الاتحاد الإفريقي أو في مهامها السابقة بالسنغال. سامورا اليوم تقيم بمنطقة لا يمكن أن يقيم بها حتى أعضاء حكومة مصر، ولها كذلك من المصاريف ما شاءت لأنها هي من تحدد مصاريفها وهي من تحدد كذلك قيمة تعويضاتها. تحدد هذه التعويضات طبعا الكل جاي من مالية الكاف، ماشي الاتحاد، ماشي الفيفا اللي كتصرف عليها، الكاف اللي كتصرف عليها. أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في إحدى اللقاءات قال لي إني أتعرض لخيانة. قلت ممن؟ قال من ذوي القربة، قال بالفرنسية يعني من المحيط القريب منه. قال لي كذلك لم يعد الحماس ولا القدرة للاشتغال في ظل هذه الأجواء المشحونة. السيد عمر فهمي الكاتب العام السابق للاتحاد الإفريقي اشتهر بأنه سرب عدة وثائق للقضاء الفرنسي، والذي بموجب هذه الوثائق تم الاستماع إلى أحمد يوم 4 يونيو بفرنسا، والأمر أصدر فيه القرار الفرنسي بمصطلح نوليو أسوستادلا يعني بدون متابعة إلى حد هذا المستوى، وكيبقى الملف مفتوح. ولكن كذلك سرب وثائق خطيرة للفيفا، والفيفا هذه هي نقطة القوة ديالها اللي الآن حاليا كيستعملها انفانتينو. انفانتينو يستولي أو يحاول الاستيلاء بطريقة شونتاج على أحمد من أجل وضع يده نهائيا على الكاف. يعني هناك أشياء اللي كيديروا بها ان شونتاج. انفانتينو الآن يستولي على أو بصدد الاستيلاء على مالية الكاف الآتية المتأتية من البث التلفزي ومن الاستشهار أو سبونسورينغ. كذلك أحمد السيد أنفانتينو يخطط لاستعمار جديد، وأقولها صراحة لاستعمار جديد على الكاف. موقف المغرب والذي المتمثل في نائب الثاني لاتحاد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وكذلك بصفته رئيسا للجنة المالية وكذلك هناك أعضاء مغاربة بالاتحاد الإفريقي، الموقف ديالهم موقف غير واضح في ظل مواقف أخرى متخاذلة من طرف أفارقة اللي كان الفضل ديال المغرب كبير عليهم سواء من ناحية المساعدة المالية أو اللوجستية. ونتذكر جميعا ما قامت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من مساعدة لعدد من الاتحادات الإفريقية. هذه الاتحادات الإفريقية أصبحت متخاذلة تجاه السيد أحمد. موقف المغرب هو موقف لا يحسد عليه، لماذا؟ لأنه هناك استثمار كبير كان من المغرب من أجل المجيء بأحمد رئيس الاتحاد الإفريقي. ولنتذكر جميعا كلام السيد أحمد عندما تشكر للمغرب على 20 مليار خلال المؤتمر ديال داكار. في ظل هذا الوضع قررت الانسحاب من محيط الكاف والدفاع عن الكاف بطريقتي. هذه الطريقة أكيد لن ينفعني فيها أحد غير تدخل من بيده الأمر من أجل إنقاذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم انسجاما مع البحث للمغرب من أجل التموقع داخل الأسرة الإفريقية بكل الهيئات الموازية بما فيها الاتحاد الإفريقي أي الكيان السياسي. الآن أكيد
الواحد اللي ممكن انه ينقذ استعمار جديد ديال الكاف هو جلالة الملك، والذي سوف يؤول له في نهاية المطاف قرار الحسم في هذه النازلة، وهو الذي ممكن أن يعود له الفضل من أجل إنقاذ استعمار محتمل للفيفا أو لأنفانتينو شخصيا على الاتحاد الإفريقي. كل هذه النقط سوف أتطرق لها بالتفصيل في حلقات مقبلة إن شاء الله.